السلام عليكم. ازيكم؟ من امبارح للنهاردة كل الصحف الأمريكية عمالة تكتب حوالين استشهاد يحيى سنوار، وواضح جدا ان موضوع استشهاد يحيى سنوار ما جاوبش على حاجات كتير زي ما الناس كلها كانت فاكرة، زي ما انا كنت فاكر. ما انهاش الحرب في غزة، بالعكس انت بتتكلم ان كلام كتير واسئلة كتيرة جدا طلعت بعد اغتيال يحيى سنوار. اولا الراجل ده تم اغتياله ازاي؟ لان الجيش الاسرائيلي بيتبنى رواية والواقع بيقول حاجة تانية. في نفس الوقت هم لقوا ايه ما يحيى سنوار لما قتلوه؟ على الجانب الاخر ايه اللي هيحصل لحركة حماس بعد كده؟ الاخطر من كل ده ان النهارده كل الصحف الامريكيه وهي بتغطي الخبر، عاوز اقول لك ان مفيش كاتب ما غطاش خبر، كل الكتاب الكبار قعدوا يكتبوا مقالات، حتى هتلاقي مقالاتهم صغيره لانه كتبوها على عجل، ما فيهاش مثلا الدقه وجايب لك نبذه تاريخيه وعمال يكتب باستفاضه، لا كل مقالات اللي نزلت الكتاب الكبار زي ديفيد اجناسيوس، زي توماس الفريدمان، كل الناس كتبت بس كلها مقالات صغيره وكلها كل واحد بيتوقع ايه اللي هيحصل بعد كده. فاخطر سؤال بيتم حاليا، ايه اللي بعد مقتل يحيى سنوار؟ لان على فكره الموضوع ده هياخد ايام، اوعى تفتكر ان حد هيجيب الاجابه الصحيحه. الاجابه الصحيحه عند مجرم واحد فقط اسمه نتنياهو، هو ده اللي عنده الاجابه بتاعت الموضوع. الراجل هيكمل ولا هيوقف على كده خلاص؟ خاصه ان نتنياهو طلع قال ان قتل يحيى سنوار هو بدايه نهايه حرب غزه. كلام كتير واخبار خطيره جدا. استشهاد يحيى سنوار مش امر سهل، والراجل لما رحل ساب حاجات كتيره وراه كلنا بنحاول نجاوب عليها. بس طبعا عشان اقول لك الكلام ده كله واكشفه لك واقول لك وجهه نظر الاعلام الامريكي ايه، لازم اقول لك القصه من الاول. قبل اخش في الموضوع، قبل اكشف لك التفاصيل، خليني اقول لك ان احنا معانا راعي قوي جدا ومحترم جدا، وهو اتكلمنا اكتر من مره عن الحرب في السودان، وهي حرب اهليه شغاله بقالها اكتر من سنه. والحقيقه ان الامم المتحده بتحذر من ان العالم هيواجه اكبر مجاعه ممكن يشهدها من 40 سنه. اما المجاعه اللي هتكون في السودان فهي مجاعه قويه جدا وقاسيه جدا. عشان كده الراعي اللي معانا النهارده هو مؤسسه الضأن العربي للذبح، وهو راعي اتعاملت معاه انا شخصيا ومئات من متابعي قناه سامري. صدق عن الاستاذ محمد ممدوح والقائمين على قناه سامري، نسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منهم. الضأن العربي بيقدم خدمه للذبح عن بعد للصدقات والعقائق سواء في السودان او تنزانيا، يعني تقدر من اي مكان في العالم تشتري ذبيحه من خلال الموقع او التطبيق بسعر 750 ريال سعودي، ما يعادل 200 دولار امريكي فقط. بيتم ذبح خروف وتوزيعه على اسر الفقراء اللي بتعاني من المجاعه، وعشان تضمن حقك بتستلم فيديوهات الذبح والتوزيع خلال 24 ساعه من الشراء. ده من غير ان عندهم ميزه الطلب الشهري التلقائي، يعني كل شهر يتذبح خروف ويتوزع باسمك ويوصل لك الفيديوهات بتاعته. واجمل حاجه عجبتني فيهم ان جزء كبير من ارباح المؤسسه بيتم التبرع بيها لاخواتنا في غزه، يعني لما تشتري منهم انت بتساعد اخواتنا في غزه والسودان في نفس الوقت. واحب اوضح ان مؤسسه الضأن العربي هي شركه موثقه ومسجله في السعوديه والامارات، وعندهم مزارع في السودان وتنزانيا والرياض، وهسيب لحضرتك الرابط بتاعهم اسفل الفيديو لو حابب تتواصل معاهم وتشوف الموقع والتطبيق عشان تشتري منهم. وانا بشجع بشده الشراء من خلال مؤسسه الضأن العربي، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال يا رب. نخش في الموضوع على طول. الجديد اللي معانا النهارده ممكن يكون مختلف بالنسبه لحضرتك واول مره هتسمعه فيما يخص استشهاد يحيى سنوار. ايه الجديد اللي معانا النهارده؟ سيبك بس من اللي اتقال قبل كده. ايه الجديد؟ الجديد ان الجيش الاسرائيلي وهو بيعلق على استشهاد يحيى سنوار قال لك على فكره يحيى سنوار اتقتل عن طريق الصدفه، يعني هم اللي اعترفوا، قال لك اتقتل عن طريق الصدفه. احنا اشتبهنا في ثلاث مسلحين فلسطينيين قصفنا المبنى بتاعهم، ففي مسلح فيهم جري على مبنى تاني واستخبى في المبنى التاني ده، فطلعنا مسيره واكتشفنا ان في مسلح ملثم قاعد على كرسي. وعلى فكره للاسف انا مش هينفع اعرض فيديوهات ولا صور في الفيديو ده، لان اسم يحيى سنوار نفسه يعني حساس جدا على السوشيال ميديا خلاص، فانا مش هينفع اعرض صور او فيديوهات. فهم بيقولوا ان المسيره لقت ان يحيى سنوار قاعد وملثم، والراجل كان معاه عصايه من كتر ما هو متعور وبينزف. عاوز اقول لك ان كان ما فرقش معاه ومسك عصايه وحدفها على المسيره، يعني بيقاتل لاخر لحظه. عسكرية مثيرة بمحض الصدفة، مصادر عسكرية إسرائيلية تكشف تفاصيل مقتل يحيى سنوار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد أن استهدفت قوة من الجيش الإسرائيلي مجموعة من عناصر الحركة داخل مبنى في قطاع غزة. سوري بتقول لك إيه؟ سوري بتقول لك على فكرة إحنا قتلناه، ده كان جبان
وكان بيستخبى، في حين ان الروايه بتقول غير كده. يحيى سنوار ما ماتش مقر القياده بتاعته، ده امر. يحيى سنوار كان بيقاتل لحد اخر لحظه، لحد اخر حاجه في ايده، عصايه كان بيحذفها، ده معناه ان هو بيقاتل. الحاجه الثانيه، انت لما تيجي تبص على صوره يحيى سنوار الاخيره هتلاقي ان يحيى سنوار والجنود الصهاينه واقفين الراجل تحت الارض، في حين ان المسيره صورته هو على الكرسي. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان اسرائيل قصفت المبنى اللي فيه يحيى سنوار وهم اصلا ما يعرفوش هو مين، قصفوه. يحيى سنوار اتدفن حي، يحيى سنوار ما ماتش بينزف، يحيى سنوار مات بيقاتل. فالامر ده يوريك ايه؟ الامر ده يوريك ان الروايه الاسرائيليه ان هم عاوزين يوروا لك ان يحيى سنوار جبان والكلام ده كله، الراجل كان بيقاتل لحد اخر نفس. والامر الثاني حاجه مهمه جدا، ان يحيى سنوار مات قائد، قائد وايده في العمليات. وده يقول لك ايه؟ ده يقول لك ان استشهاد يحيى سنوار امر خطير جدا في قياده حركه حماس. على فكره عرضوا رئاسه حركه حماس على محمد سنوار اللي هو اخو يحيى سنوار، وفقا لار تي نيوز وسكاي نيوز عربيه الراجل رفض، يعني محمد سنوار رفض ان هو يتولى رئاسه حركه حماس. فالامر ده خطير، وفي نفس الوقت ده يوري لك قد ايه قيمه يحيى سنوار عند حماس، فده امر مهم. بس انا واقف قدام حاجه مهمه جدا، ايه هي؟ الحقيقه ان اسرائيل النهارده بتقول لك على فكره احنا لقينا حاجه او حاجات مع يحيى سنوار. لقوا ايه؟ لقوا قنابل، لقوا مخازن اسلحه، لقوا ذخيره فيه السنوار. اذا معدات السنوار على العموم، هناك اذا ستره واقيه من الرصاص، وايضا رشاش كلاشنيكوف، وايضا عدد كبير جدا من الرصاص، وايضا حتى عبوه ناسفه للالتحام من المسافه صفر. بس لقوا مسدس مع يحيى سنوار، وركزوا على المسدس ده قوي، وخدوا مسدس وقعدوا يحلوه. ده المسدس الشخصي ليحيى سنوار، خلاص. مسدس جلوك 19، وهو مسدس عادة يعتبر مسدس غير موجود لدى عناصر حماس لأنه من صناعة غربية، وقد غنمه السنوار بعد عملية عام بعد قبل 4-5 سنوات، عندما تم التعرف أو تم أو إلقاء القبض على عناصر تسللت، عناصر إسرائيلية تسلسلت داخل غزة. هذا المسدس ده حللوه، لقوا إيه يا باشا؟ لقوا أن المسدس ده يرجع لضابط درزي من العمليات الخاصة الإسرائيلية اتقتل في 2018. الضابط ده كان بيقوم بعملية خاصة داخل خان يونس، ركب عربية خضار وتخفى كده في عربية خضار هو وبعض الجنود الصهاينة، وحبوا ان هم يعملوا عملية خاصة داخل خان يونس. مسلحي حماس شكوا في العربية دي فأطلقوا النار. في هنا روايتين، الرواية الإسرائيلية بتقول لك على فكرة الضابط ده ووسط عملية تبادل إطلاق النار الجنود الصهاينة هم اللي قتلوه بالخطأ. على الجانب الاخر حماس تقول لك لا ده هو اتقتل احنا اللي صفناه. تشتري ايه؟ تشتري ان حماس هي اللي قتلته بس اسرائيل مش عارف تعترف. كده او كده ضابط كبير جدا اسمه ايه؟ اسمه محمود خير الدين. هتيجي تقول لي ده اسم مسلم، هقول لك هو درزي ماشي من الدروز بس بيقاتل في اسرائيل. على فكره للاسف في عرب كتير بيحاربوا في الجيش الاسرائيلي، في اثيوبيين بيحاربوا في الجيش الاسرائيلي عشان بس تبقى عارف يعني. فالراجل ده مسدسه كان مع يحيى سنوار من 2018 لحد النهاردة، لأن الظاهر كده يحيى سنوار كان بيشرف على مقتل ضابط عمليات خاصة إسرائيلية. طب ليه إسرائيل ما كشفتش عن مقتل محمود خير الدين ده قبل كده؟ قالك لأنه هو كان بيقوم بعملية سرية وما كانتش إسرائيل عاوز تفصح عن العملية دي. فبعد ما اتقتل يحيى سنوار وبان مسدس محمود خير الدين في عهدة يحيى سنوار، ساعتها كشفوا عن العملية دي أو كشفوا عنها في 2024 برغم أنها حصلت في 2018. الامر ده يثبت لك ايه؟ يثبت لك برضو ان يحيى سنوار مات وهو معلم على الصهاينه، مات وهو معلم على الصهاينه ماشي. فده امر هام للغايه. الامر الثاني وهو السؤال الابرز حاليا، ايه اللي حصل لجثه يحيى سنوار بعد ما اسرائيل قتلته؟ هل مثلوا بجثته ولا ايه اللي حصل؟ الحقيقه الواضح من الصور ان صباع او احدى اصابع يحيى سنوار اتقطعت، اسرائيل قطعتها. قطعوها ليه؟ قال لك والله ناس تقول لك بياخدوا عينه منها، ناس تقول لك بيمثلوا بيها، خدوا صباع الشهاده زي ما بيقولوا، فخدوا صباع من اصابع يحيى سنوار قطعوه. ده امر. الامر الثاني بعد مقتل يحيى سنوار خدوا جثته على مشرحه في تل ابيب، ما دفنوهاش، خدوا جثته على مشرحه في تل ابيب. صور الآن تأتينا من قطاع غزة لعملية نقل جثمان يحيى السنوار زعيم حركة حماس، نقلها إلى الطب الشرعي في إسرائيل. إذن هذا الموكب من السيارات ولنقل جثمان يحيى السنوار زعيم حركة حماس إلى الطب الشرعي نحو إسرائيل. بمناسبة يعني الشيء بالشيء يذكر، لازم تعرف ان جثه حسن نصر الله لحد دلوقتي لم تدفن. فيحيى سنوار اتقتل او استشهد وما اتدفنش،
وحسن نصر الله نفس الشيء اتقتل وما اتدفنش. فالامر ده يوريك مفارقه قويه جدا. بس جثه يحيى سنوار هتظل في اسرائيل وهتظل فوق الارض لفتره من الوقت، وطبعا الصهاينه ممكن يشوهوا فيها او يمثلوا بيها، ده شيء اكيد، اما كانش جنود صهاينه يمثلوا بيها اصلا، لان الجثه دي اترمت لفتره كبيره جدا. طيب قتل يحيى سنوار ده حصل امتى؟ قتل يحيى سنوار ده حصل يوم الاربعاء. اوعى تفتكر ان هو حصل النهارده الصبح، ده حصل امبارح عشان بس تبقى عارف. النهارده احتفالات غير طبيعيه في اسرائيل. ده امر مهم. سؤال الاهم حاليا اللي بيطرحه الاعلام الامريكي، هل بوفاة يحيى سنوار الحرب كده في غزة هتخلص؟ الحقيقة نتنياهو امبارح طلع وشرب يعني الخمرة في وفاة يحيى سنوار او في استشهاد يحيى سنوار، وان الراجل ده حقق وعوده كلها، لان هو قال ان هو هيقتل كل قادة حماس، فهو الراجل قتلهم كلهم. فنتنياهو طلع يحتفل. המבדיל בין אור לחושך, ישראל בין העמים. فالاعلام الامريكي كله بيتسابق على فكره، مفيش كاتب ما كتبش، انا بحب اكد الموضوع ده. فالاعلام الامريكي كله بيتسابق بيقول لك نتنياهو هينهي الحرب ولا مش هينهي الحرب. هنا ترجع لمقاله نازله في جريده بوليتيكو بتقول لك على فكره الرئيس الامريكي، وعلى فكره دي مقاله لسه نازله، الرئيس الامريكي هيمارس ضغوط غير طبيعيه على نتنياهو بعد استشهاد يحيى سنوار، ضغوط ما اتشافتش قبل كده من امريكا على اسرائيل عشان تنهي حرب غزه، خاصه ان الامريكان كانوا محذرين من الصهاينه ان الوضع في شمال غزه يجب ان هو يتغير، لان اسرائيل بتجوع اهالي شمال قطاع غزه، 400 الف اسرائيل بتجوعها، ومليون ونص الباقيين لازم تعرف ان دول يعني مشردين، ماشي، والاوضاع الانسانيه سيئه جدا في قطاع غزه. الولايات المتحده لاسرائيل فقد حذرت واشنطن تل ابيب من عواقب ستترتب على تقييد دخول المساعدات الانسانيه الى غزه، بل وامهل البيت الابيض حكومه نتنياهو 30 يوما كموعد نهائي للتنفيذ، اي قبل ايام من موعد الانتخابات الامريكيه، او ستواجه تقييد امدادات الاسلحه. فامريكا هتشوف ان استشهاد يحيى سنوار امر مهم جدا او فرصه كويسه انها تضغط على اسرائيل بكل ما اوتت من قوه. ليه؟ مش فقط الاوضاع الانسانيه، لا، عشان كمالا هاريس ابتدت تفقد اصوات كتيره جدا نتيجه حرب غزه. والحقيقه مقاله بوليتيكو نفسها بتقول لك لو انت فاكر ان امريكا يعني هتقدم الكل في الكل وتمنع الاسلحه عن اسرائيل يبقى انت يعني مش فاهم الموضوع صح. ليه؟ قال لك مثلا امريكا والاداره الامريكيه لو عاوزه تسترضي العرب بعد حرب غزه اكيد مش هتضحي باصوات الصهاينه، فهم هيمارسوا كل الضغوط بس بعقل، هيحاولوا يستردوا نتنياهو في جبهات اخرى، لبنان، ايران، اليمن، انما موضوع غزه ده لا. سؤال تاني وسؤال بيطرح نفسه، هل امريكا شاركت في اغتيال يحيى سنوار؟ الحقيقه السؤال ده اجابته بسيطه جدا، استشهاد يحيى سنوار تم بالصدفه، ماشي؟ استشهاد يحيى سنوار تم بالصدفة. لم يقتل السنوار جراء عملية اغتيال أمنية، وإنما بالصدفة خلال اشتباك مسلح بين الجيش الإسرائيلي وخلية من مقاتلي القسام في منطقة تل السلطان في رفح. على فكرة الوحدة اللي قتلت يحيى سنوار لازم تعرف إن دي وحدة أصلاً مش مخصصة للعمليات القتالية الخاصة، دي كانت وحدة عادية جداً ودي كانت دورية عادية، فده أمر مهم. اما اجابه السؤال الاهم ايه اللي هيحصل بعد كده، فمش هيحصل حاجه. يعني ايه؟ يعني اول حاجه لازم تعرف ان نتنياهو مش هيوقف الحرب. ليه؟ لان اكيد نتنياهو مسيطر عليه من اليمين المتطرف، ده اول حاجه. اليمين المتطرف عاوز يهجر الفلسطينيين كلهم لسينا منذ المحركه المخرب الكبير، اغتيل اليوم من قبل جنودنا الابطال، واليوم وكما التزمنا أجردنا الحساب معهم، اليوم تغلق الحساب، ولكن مهمتنا لم تنتهي. وهو شايف ان لو عقد اتفاق لتبادل الرهائن والسلام والكلام ده كله هو بيضحي كله هو عمله، لان ما كانش الهدف استعادة الرهائن اصلا، الهدف كان قتل يحيى سنوار وتهجير الفلسطينيين لسينا، فهيتوقف ليه ويسيب الكلام ده كله؟ واليمين المتطرف شايف كده. ده امر. الامر الثاني
هو نتنياهو يتوقف ليه؟ واصلا في انتخابات امريكيه الشهر القادم يوم 5 نوفمبر، فيتوقف ليه؟ عشان خاطر جو بايدن؟ ليه؟ ليه؟ هتيجي تقول لي اصل نتنياهو صاحب جو بايدن، على عيني وراسي، بس لازم تعرف ان من بدايه الحرب لحد النهارده نتنياهو ما بينش اي نوع من انواع العرفان بالصداقه دي. ده نتنياهو اكتر واحد باع جو بايدن، في حين ان جو بايدن اكتر واحد وقف مع نتنياهو. فهيقف ليه؟ في انتخابات، هيجي رئيس جديد او رئيسه جديده يقعد يتكلم معاهم بقى، وممكن يديهم هو الفضل ده، خاصه لو جه دونالد ترامب ممكن يديله فضل وقف اطلاق النار في غزه. ده امر. الامر الثاني، نتنياهو شايف ان ده نصر شعبي ويجب ان هو يكمل عليه، ونصر سياسي، وما ينفعش ان هو ينهي النصر السياسي او الاحتفالات السياسيه بصفقه لتبادل الرهائن. لازم النصر السياسي ده ينتهي بتهجير فلسطين لسيناء. ده اهم حاجه. الصحف كلها بتتفق ان نتنياهو مش هيختار التطبيع مع العرب، نتنياهو مش هيختار ان هو يجيب فتح لغزه. كل الناس بتتفق ان نتنياهو هيكمل اللي هو بدأه، وان نتنياهو هيرتكب وهيستمر في ارتكاب المجازر، واستشهاد يحيى السنوار هو وسام على صدر نتنياهو. اهلا محمد. يعني الحقيقه بانه بنيامين نتنياهو من وجهه نظره هو يعد العده لاستمرار الحرب. بنيامين نتنياهو سيستمر بهذه الحرب على الرغم من تصريحاته على انها قد تكون بدايه لشيء ما. بالنسبه لبنيامين نتنياهو نحن نرى ما يقوم به على الارض. هو يقوم بعمليه تطهير عرقي، استمرار عمليات الاباده. ونتنياهو هيبص ان هو كانه اترقى رتبه ومكمل في الحرب او مجزره اللي هو عملها. كلام بقوله لك ده كلام خطير جدا. الاعلام الامريكي كله اتفق ان نتنياهو هيبيع الاداره الامريكيه، هيقف قصاد الضغوط الامريكيه، وحتى لما هو طلع قال ان دي بدايه النهايه فهو قال بدايه النهايه انما مش النهايه، وده امر مهم جدا. جانب اخر، النهارده حزب الله قال ان هو هيطور هجومه تجاه اسرائيل. ايران خطاباتها كانت متناقضه. ايران رفعت الرايه السوداء بعد استشهاد يحيى السنوار. رفع الرايه السوداء ده يعني حرب يعني خلاص. بس كل الخطابات اللي طالعه من ايران عاوزه السلام مع اسرائيل. يعني رئيس البرلمان الايراني طلع يقول لك احنا ممكن نعقد اتفاق سلام مع اسرائيل، برغم ان يعني اسرائيل على شايف انها تضرب ايران، قال لك احنا ممكن نلقي السلاح ونعقد سلام مع اسرائيل. بس كل ان هم يرفعوا الرايه السوداء ده معناه ان ايران بتستعد للأسوأ. الحوثيين الامر بتاعهم غريب جدا. ليه؟ خد بالك كم المراكب اللي بتعبر حاليا وانا بكلمك في البحر الاحمر من مضيق باب المندب زادت، وفيها مراكب اسرائيليه ما تمش استهدافها. الخبر ده اوعى تفتكر او تظن للحظه ان انا جايبه من دماغي. NBC News طلعت قالت الكلام ده، ان السفن الامريكيه والاسرائيليه بتعبر حاليا من مضيق باب المندب بكثافه، والحوثيين مش عارفين يستهدفوا او ما استهدفوهاش، وده امر خطير جدا. هل الحوثيين تاثروا بالضربه الامريكيه اللي تمت بالقاذفه البي 2؟ ممكن. هل الحوثيين خايفين ان هم يستهدفوا سفينه لان الرد الامريكي حاليا هيبقى قوي جدا، مش هيبقى بمقاتلات هيبقى بقاذفات؟ ممكن برضه. بس كده او كده الوضع اللي في باب المندب ابتدى يتغير، وباب المندب اتفتح والسفن الاسرائيليه بتعبر منه. ده امر مهم جدا. في الاخر يا رب اكون شرحت لحضرتك الموضوع بشكل مبسط، ويا رب نشوف مصر، نشوف العرب، ويا رب نشوف فلسطين يا رب. وتحيا مصر. سلام. السما السما حميك يا رب العالمين.